17 مايو مثل ما حكينا عن القمر بالسرطان، هلا رح نبلش مباشرة مع أخبار الفلك، نبداها بمولود برج الحمل. يومك متوتر صباحا يا حمل، ويحدث فيه بعض الأمور التي تضغطك أو تستفزك، ولكن تصفو هذه الأجواء في المساء وتجري اتصال أو يصلك خبر يطمئنك، والبعض يتعامل مع جهات رسمية وإدارية لإنهاء أوراق وعقود. حاول طلب المساعدة أو إيجاد واسطة إذا قدرت لحتى تسهل أمورك في المساء. أما عاطفيا تتلقى الحلول وتتحسن الأجواء بينك وبين الشريك، وتتاح لك الظروف للنقاش ولإصلاح العلاقة في المساء. مشان هيك أجل كل شيء للمساء، إذا كان بدك تشوف الشريك بالنهار لا تحكي بأي موضوع. من أخبار برج الحمل إلى أخبار برج الثور، يومك جيد في الصباح ومتعب في المساء. تتعلم أشياء جديدة بهاي الفترة أو يعني بهالباقي من اليوم، يمكن أنت تتاح لك فرصة أنك تسجل بورشة عمل، تسجل بدورة تدريبية، تتعلم شيء. عموما أنتوا عندكم هاي الفترة يعني شيء جديد بتكون تتعلموا. بيكون يومك خلال النهار في حركة، فيه نشاط، ولكن في المساء راح يجي حدا وينتقدك، أو حدا يعني يشير إلى تقصير ما أو خطأ ارتكبته، أو يمكن أنت نسيت شيء شغلة مهمة فراح يلوموك عليها. فانتبه، حاول أنك أنت تكون يعني دبلوماسي بردودك ودفاعك عن نفسك. أما عاطفيا قد تثار مشكلة ما بينك وبين الشريك في المساء، مع أنه الأجواء كانت طبيعية الصبح، وربما السبب موضوع قديم يعاد فتحه. شكلك انت يا ثور اللي عم بتنكش على المشاكل، او انت اللي عم بتبحبش يعني وعم تفتح مواضيع. البعض يذهب الى لقاء عاطفي لكنه لا يكون على قدر التوقعات. جيد اللقاء ولكن مو مثل ما انت توقعت. من اخبار برج الثور الى اخبار برج الجوزاء، يوم فيه حركة والتزامات عائلية ومشاوير كتير رح تعملها، بدك تنهي أوراق، بدك تدفع مستحقات، بدك في عندك فواتير بدك تدفعها، ولكن المساء رح تتلقى أخبار بتطمنك. رح تكون غالبية هاي الأخبار مالية، أمورك بتتحسن والتراكمات اللي كانت عندك عم بتزول تدريجيا. أما عاطفيا وضعك العاطفي عم يتجه للأفضل، حتى لو أنت مالك ملاحظ هالشي. يعني يمكن تقلي لما أنا أقول لك وضعك العاطفي عم يتجه للأفضل، تقلي ولا شيء عم يتحسن ولا شيء عم يتجه للأفضل، وحشوفك كتير مزعوج ومحبط، ولكن بالحقيقة في أشياء عم بتصير كتير منيحة، بس أنت يمكن لسه ما لمست الأشياء الإيجابية اللي عم بتصير، مشان هيك ما تعتلهم. في عندك نقاش قديم أو موضوع قديم ويعاد فتحه في المساء، ولكن ينتهي لصالحك. من أخبار برج الجوزاء لأخبار برج السرطان، الأجواء داعمة في الصباح وتصبح مالية مساء. أمورك جيدة وفي تحسن، خاصة هالتحسن عم بيكون على الصعيد العملي، لأنه في مستجدات بتصب بمصلحتك. مشان هيك استغل الحظوظ الإيجابية قدر الإمكان يا سرطان، أنت بأمس الحاجة يعني للحظوظ. الفترة الماضية أنت أكثر حدا بيعرف هالشي. هلأ المسع في عندك حظوظ مالية، يمكن لأنه القمر عم بيروح لبيت مالك. في عندك نقاش لاسترداد دين أو استحقاقات لإلك بتترجع، يعني بيرجعوا لك إياها، وبتطمئن عموما للمعطيات. أما عاطفيا البعض من مواليد برج السرطان أو عموما وضعكم بيكون هادي وأموركم جيدة، وأنتم ما عندكم رغبة بالتصعيد، يعني أنتم عم بتميلوا كتير للسلام للهدوء. في عندك مصالحة للبعض، أو بتدخل بقصة مثلا، أو بتدخل حدا من الأصحاب من الأصدقاء، حدا بيدخل بينك وبين الشريك لحتى يصلح العلاقة بيناتكم، أو يمكن أنت لحالك مباشرة تبادر للمصالحة وتصفية الأجواء. يعني بالعموم أنت عندك ميل لأنك تهدى، يعني تهدي الأمور. من أخبار برج السرطان لأخبار برج الأسد، تبدو الأجواء ضاغطة صباحا جدا، وتعود إليك الحظوظ والارتياح في المساء. في عندك التزامات، في عندك تراكمات، عندك مشاوير كتير. هلا كل هاي الاشياء اللي بحاجه لدعم الحظ لتيسير امور، حاول انك تنجزها بالمساء. يعني انت خلال نهار اليوم كونه عندك جو متوتر، اعمل بس اعمالك الضروريه ولا تتاخر حتى لا تتهم بالتقصير.
المساء كل شيء مفيد، كل شيء منيح رح يصير المساء. حتى اذا بدك تتواصل مع حدا مشان موضوع بهمك، حاول انك تتواصل معه المساء، الحظوظ بتكون داعمه. اما عاطفيا انت راضي عن وضعك وتشعر بصفاء الاجواء، وبيكون في نقاش بينك وبين الشريك او تواصل، او ممكن تفرح انه الشريك نفذ وعد كان قد اعطاه لك، او بيقدم لك مبررات، بيشرح لك ظروف ماليه، بيبرر لك مثلا شو كان صاير معه، ولكن هاي الظروف مثلا الماليه الصعبه اللي كان عم يمرق فيها بيقول لك انه هو هلا مثلا خلصت هاي الظروف، المشاكل اللي كانت عنده انتهت. يلي كان منكم بانتظار رساله او خبر من الشريك العاطفي رح يحصل عليه مساء او غدا. من اخبار برج الاسد لاخبار برج العذراء، يومك جيد صباحا ومرهق مساء. بتحاول الصبح انك تنهي الامور والمهمات المطلوبه منك، بتقدم افكار اقتراحات، بتلاقي قبول هاي الافكار، ولكن المساء بتنعكس الايه او بتتغير الظروف لانه الامر بينتقل لبيت متاعبك، فبصير في عندك تاجيل، اخبار بتقلقك، تاخير لامور عندك او لبدايه ما كنت ناطره، بتتاخر بتتاجل، يمكن يصير تغيير ما بيقلقك، مثل مثلا بتغير مديرك، بتغير موقعك المهني، بصير إعادة ترتيب لأمر ما، فبدك تحاول أنك تحافظ على ثبات أعصابك. أما عاطفيا وضعك جيد إلى حد ما، يعني صار في تفاهم، صار في سهولة بالتواصل مع الشريك، ولكن حاول أنك ما تدخل بقصص مالية أو مشاكل بتخص الأطفال المساء. من أخبار برج العذراء لأخبار برج الميزان، يومك متوتر الصبح يا ميزان، ولكن رح ترتاح مساء وتخف الضغوط عندك. في موضوع مقلق مربك لإلك بتحاول انك تحله الصبح، يمكن يكون يعني يتعلق بانتقاد بتوجه لك او اشارة الى غلط مهني لديك وعم بتحاول تحل هالمشكلة او هالغلط هذا مع رئيسك. عموما الاجواء بتهدى مساء او بيتدخل حدا لمساعدتك، المهم انت لا تتهور برد فعلك. اما عاطفيا هناك أمر مالي تسبب بخلاف بينك وبين الشريك أو عمل فجوة بيناتكم، ولكن حسم هذا الأمر بيدك أنت. البعض من الميزان في عندك شخص عم بلح عليك وعم بلاحقك وأنت عم تتهرب منه. المساء في تواصل لطيف مع شخص بتحبه أو صديق مقرب. من أخبار برج الميزان لأخبار برج العقرب، يومك جيد صباحا ومتوتر مساء. في عندك أمور بتنتهي هاي الفترة، يعني عندك فترة خلينا نقول مثل كأنه غربال، يعني حاطط غربال وقاعد عم بتغربل العلاقات، عم بتغربل الأشياء، كل شيء في أشياء رح تنتهي من حياتك، لكن لا تحزن لأنه كل شيء عم يتغير، عم يتغير لخير حتى لو لم يبدو لك ذلك في البداية. عمليا وضعك جيد، أمورك عم تتغير للأفضل، حتى لو كان في عندك نهايات بعمل معين ما تقلق. البعض منكم بصير عنده مشكلة بينه وبين رئيسه أحد زملائه، ولكن هاي المشكلة تنقلب لمصلحتك أو يحدث خلاف بين أطرافه وأنت بتستفيد منه، احتمال يعني نتيجة هالمشكلة أو هالخلاف تمسك أنت محل مديرك مثلا أو أنت تمسك منصب معين، يعني في شيء بده يصير بيقلب لمصلحتك. عاطفيا الأمور تسير للأفضل وشريكك عم بيحاول الإصلاح وعم بيحاول إقناعك، ولكن المهم أنه أنت ما تفتح مواضيع ولا تثير مشاكل في المساء. حتى لو كنت بتعرف معلومات أو بتعرف إشياء معينة، أسرار مثلا، شيء عرفته وكان مخبيه عنك الشريك، لا تواجهه فيه. يعني اليوم المساء أو هدول اليومين والنص اللي القمر موجود فيهم بالأسد بدءا من المساء، أنت لا تواجه، أجل، يعني أجل المواجهة لبعد يومين ونص. من أخبار برج العقرب لأخبار برج القوس، الأجواء مالية في الصباح وفي أخبار مطمئنة وإنجازات في المساء. إذا كنت عم بتتابع أمور بتخص بيع وشراء وانتقال فأنت تحقق إنجاز فيها. عمليا في عندك بدايات جديدة وحظوظ فاستفيد منها قدر الإمكان. عاطفيا أنت مشغول أصلا عن الحب، مالك فاضي تحب، مشغول بأمور عملية وخاصة أمر انتقال، يعني في موضوع تغيير مكان عندك، وعلى فكرة هذا الموضوع كتير ضروري، فعليا الفلك بشجعك وبيقول لك ركز على موضوع انتقالك لأنه رح يفتح لك حظوظ جديدة ورح يعني يساعدك كتير، رح يزول النحس يلي أنت كنت عم تشكي منه بمجرد انتقالك، لأنه في عندك مشكلة ما بالمكان اللي أنت هلأ موجود فيه، هاي المشكلة بتخص حسد أو مثلا أمور ما ورائية عم بتصير. حاول أنك تكون منطقي بحل المشكلات مع شريكك، وإذا كنت عم تنسحب من علاقة
انسحب منها بذكاء. وبس بنصحك هلا ما تنسحب من علاقة إذا كنت عم تنتقل. يعني أول شيء انتقل، غير مكانك وما تحكي للشريك مثلا، أو حاول إنه يعني ما تحكي وين رح تنتقل أو إنك عم تنتقل، وبعدين التفت لأمور العلاقات والانسحاب منها حتى لا يضرك الطرف الآخر. من أخبار برج القوس لأخبار برج الجدي. عندك توتر الصبح ولكن بتهدى الأجواء المساء، في عندك تراكمات وعندك أمور مستعجلة الصبح لازم إنك تنهيها. المساء في عندك نقاشات مالية، في عندك حديث عن استحقاقات مالية رح توصلك أو بتتلقى خبر عنها على الأقل. عاطفيا وضعك أفضل وفي اتفاق مع الشريك أو تصالح أو بداية لصفحة جديدة بيناتكم، ولكن المهم بهالبداية أو هالتصالح إنه تلتزموا انتوا اثنين باللي اتفقتوا عليه، لانه فلكيا على ما يبدو في تغيير بده يصير بشهر 9، يبقى بوقته بنحكي فيه. للبعض منكم في تفكير بقطع علاقه عنده لانه هالعلاقه تسببت لك بمشاكل، او لانك اكتشفت فيها امر ما، او لانك عرفت بوجود شخص يكيد لك. بس عموما في عندك تغيير للافضل. هلا بكل الأحوال اليوم المساء، خلينا إذا بنحكي بالمدى القريب، نأجل نقاشاتك للمساء. يعني اليوم بنهار ما تحكي، أوكي، ما تناقش، ما تتخانق مع حدا، أجل للمساء. لأنه أنت ما تنسى لحد الساعة 5 القمر موجود بالسرطان، يعني معاكس لإلك، يعني عم بيضوي على كل الأشياء السلبية. من أخبار برج الجدي لأخبار برج الدلو. يومك متوتر وعم بيعاكسك القمر المساء، لأنه الأمر المساء رح ينتقل لمواجهتك. حاول أنك تنهي الأمور أو الأعمال المتراكمة في الصباح، أنجز المطلوب منك حتى لا تتهم بالتقصير. أما المساء فبتم تأجيل أمور مالية عندك، أو بتوصلك أخبار عن تأجيل رد ما. هاي الأخبار أو هذا التأجيل بخليك مضطر أنك تنطر بقى عن جديد. عاطفيا الأمور بتتغير عندك بالعموم، في عندك صلح أنت كنت ناوي عليه ولكنه بيتأجل. البعض هناك جلسة مع الشريك لحسم قضية ما، قد تكون بحضور أشخاص آخرين ويتم الضغط عليك فيها، يعني مثل كأنه مجلس عائلي مثلا لحل نزاع بينك وبين الشريك. ممكن أنه يصير ضغط عليك، ممكن أنه يقلبوا الحق عليك، أو يكون الشريك عنده حجج أقوى من حججك، فأنت بتشعر بأنه الأمور ما أنا بمصلحتك، أو أنه في حدا عم بغالطك. البعض منكم دخل علاقة جديدة ولكنك تواجه مشكلة بسبب المال، ننصحك بعدم نقاش هذا الأمر في المساء. اليومين ونص لا تناقش، أنا رأيي يعني. البعض منكم بيتمم ارتباط وفي للبعض مصاريف مالية مفاجئة، فجأة برن تليفونك بيقول لك عليك دفعة، أو فجأة بحاكيك الشريك أو أحد الأطراف بيقول لك لازم تدفع مبلغ مالي. من أخبار برج الدلو إلى أخبار برج الحوت. يوم جيد في الصباح ومرهق في المساء. البعض في عنده حركة كثيرة باتجاهات متعددة عم تحرك مالك، عم تهدى بهذا اليوم، عم تحاول تنجز كل الأمور المتراكمة عليك، ويمكن يكون في سفر أيضا للبعض. ولكن في المساء تقلق على صحتك أو صحة أحد المقربين، حاول أنك تكون هادي ولا ترهق نفسك. أما عاطفيا وضعك جيد وهناك علاقة سامة بحياتك تخلصت منها وأنهيتها، وهذا الشيء بفرحك. البعض ينسحب من علاقة سرية ويبدأ مع شخص جديد. البعض أعاد شريك قديم كانت العلاقة معه متوترة بسبب شخص ما خرب بيناتكم، هلأ بيرجع هذا الشخص، يعني بترجع بتصلح العلاقة معه. في عندك كشف لحقائق بتخص الشريك، وهذا الشيء سبب مشاكل بيناتكم، أو هذا الكشف للحقائق أو الاكتشاف هذا عمل مشاكل بيناتكم، ولكن ما تقلق لأنه في صلح ورح يصير توضيح لسوء تفاهم حدث. وعموما أنت في عندك حسم بالفترة القادمة. هاي أخبار أبراج الـ 12. هلأ منقول لمولود اليوم، مولود 17 مايو، كل عام وأنت بألف خير. مولود اليوم من مواليد برج الثور، آخر الثور، يعني أنت حلقة أو عشرية ثالثة، وبتحمل بيوم ميلادك الرقم 8. هذا الرقم اللي بيرمز دائما للنجاح المهني والمالي بشكل أكبر. عاطفة قوية جدا، ارتباط عاطفي بالأشخاص اللي أنت بتكون معهم، وبنفس الوقت تقلب عاطفي، يعني بتكونوا أنتوا أصحاب هذا الرقم ما عندكم استقرار عاطفي بشكل كبير، بينما ماليا وعمليا ممكن تحققوا هذا الاستقرار. مولود اليوم انت شخص ملهم، ذكي، تفكيرك قوي، موهوب، موثوق، بتحب انك تنشر
الفرح أو تحقق الفرح والأمان للناس يلي حواليك. بتمنى لك تحقيق كل الأمان يا رب وكل الإنجازات.